بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أعلم التربية والتعليم، القناة المتخصصة في ميدان التربية والتعليم بالمغرب. الفيديو ديال اليوم غيكون إن شاء الله بخصوص مباراة ديال الدخول للثانوية العسكرية بالنسبة للوليدات اللي عندهم سادس ابتدائي هذا العام، يعني اللي غينجحوا في سادس ابتدائي وغيطلعوا إن شاء الله للسنة أولى إعدادي. دونك هاد المباراة هادي خاصة بالذكور كيقراو في الأكاديمية ولا كيقراو في الثانوية العسكرية بقنيطرة، وخاصة بالإناث غادي يقراو إن شاء الله في الثانوية العسكرية بإفران. ألوغ إلا كان عندك الهدف أنك تصيبط الإبن ديالك أو الإبنة ديالك لمتابعة الدراسة ديالهم بالثانويات العسكرية، خليك معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تعرف على الشروط اللازمه من اجل استكمال الملف ديال الترشيح وكيفيه بعث الملف ديال الترشيح لهاد الثانويات العسكريه. الان لنبدا على بركه الله. الوغ سيادنا، كما شفنا في التقديم كما كتلاحظوا معايا الان، عندنا البلاغ الخاص بالمباراة ديال الولوج للثانوية العسكرية بقنيطرة وبإفران، دونك على التوالي الخاصة بالذكور والإناث. دونك كما كتشوفوا قدامنا هنايا بالنسبة لي كونديسيون اي لي زيبروف دو كونكور، يعني بالنسبة للشروط وبالنسبة للامتحانات الخاصة بهذه المباراة هذه ولا الاختبارات الخاصة بهذه المباراة هذه. دونك عندي لي زونتيتي هنا، لو بروميير دونك ليسي ميليتير رويال اللي هو ديال قنيطره، دونك خاص بالجنس ديال الذكور ماسكولان. وبالنسبه للثانويه العسكريه الملكيه الثانيه واللي خاصه بالاناث واللي كاينه كما قلت في افران، بالنسبه للتاريخ ديال الكونكور غادي يكون هو 30 يونيو 2021. دونك بالنسبه للشرط الاول المتعلق بالسن، دونك خاص يكون على الاكثر عند الابن ديالك ولا الابنه ديالك بتاريخ 31/12/2021 تكون عنده 14 سنه، يعني في 31/12/2021 على الاكثر خصو يكون عنده 14 عام، مازال ما فاتش 14 عام، يعني دونك الا كان مقل من 14 عام او 14 عام في هذا التاريخ ممكن انك تدفع. دونك لي كونديسيون كومون يعني الشروط المشتركه، اول حاجه خصو يكون دو ناسيوناليتي ماروكين، دونك يعني ان خصو يكون عنده جنسيه مغربيه. لو نيفو دونك سكولير يعني المستوى الدراسي ديالو خصو يكون عنده السادس ابتدائي في الموسم الدراسي 2020/2021، يعني انه خصو يكون كيقرا هذا العام في السادس وغادي يدوز الامتحان ديال السادس في الاخر العام، زائد انه il doit être retenu par la commission de pré-sélection، يعني ان سيتم الاختيار ديالو ولا خاص يتختار من طرف اللجنه ديال الانتقاء الاولي الخاصه بهذه الثانويات هذه. الوغ دابا بالنسبه لي زيبروف دو كونكور غادي يكونوا خاصين بلو بروغرام ديال السادس ابتدائي، يعني الامتحانات ولا الاختبارات اللي غيدوزو غتكون خاصه كما قلت بالمقررات وبالدروس ديال السادس ابتدائي. في اللغه العربيه كاينه لا فوكاليزاسيون دان تيكست كيستيون اي ريداكسيون، يعني غادي خصو يقرا ان تيكست، خصو يقرا واحد النص، غادي يطرحوا عليه اسئله وغادي يكتب انشاء من هاد خاص بهاد النص هذا. بالنسبه للغه الفرنسيه لو فرونسي دونك سي ليتود دو تيكست اي لي اكسبريسيون ولا ليكسبريسيون ايكريت، يعني خصو يدير ليتود دو تيكست غيعطيهم نص يقرا، خصو يجاوب على اسئله وغيكون معاه اون اكسبريسيون ايكريت، يعني غيكون معاه انشاء خاص. بالنسبه للرياضيات لي ماتيماتيك دونك غادي يعطيوه دي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقه كما قلنا عندهم علاقه بالنسبه بالمستوى بالمقرر ديال هاد السنه هادي كما شفنا. دونك هذا من جهه. دونك غندوزو دابا نهضروا على لا كونستيتيسيون دو دوسيي، يعني الملف ديال الترشيح شنو خاص يكون فيه. اول حاجه خاص يكون عندك، خاصك تصيفط اون دوموند مانيسكريت فورمولي بار لو بير او بار لو توتور ليغال، يعني خاص يكون عندك طلب خطي. هذا الطلب الخطي خصو يكون مكتوب من طرف ولي الامر او من طرف الاب ديال هاد الطفل او هاد الطفله هذه. خص يكون في هاد الطلب الخطي خص يكون فيه اون ادريس اكزاكت، خص يكون فيه العنوان ديالك
صحيح دي بارون اي لو نيميرو دو تيليفون دونك بالضروره خصك انك دير فيه العنوان ديال السكنه ديالك ودير فيه رقم ديال الهاتف ديالك انت كاب او كوالي ديال هذا التلميذ هذا زائد دونك خصك تصيفط مع هذا الملف عقد ديال الازدياد خضر ماشي الابيض التاريخ ديالو مازال خدام يعني ان ما يكونش فايت عليه 3 شهور كنعرفوا بان الوثائق في المغرب كتموت مور 3 شهور لي بيلي اون غابي اون فرونسي وخصو يكون مكتوب باللغه العربيه واللغه الفرنسيه ثالث حاجه خصك تصيفط ان سيرتيفيكا دو سكولاريتي يعني شهاده مدرسيه خاصه بالسنه الدراسيه 2020-2021 هاد الشهاده المدرسيه هادي كيجيبها التلميذ الاب الابن ديالك ولا انت كطلبها لمدير المؤسسه اللي كيتابع فيها الابن ديالك الدراسه ديالو دونك موراها خصك تصيفط ان بولتان دو نوت اوريجينال دو برومي سيمستر دو لا 6ييم اني سكولير دونك فوندامونتال دو سيكل 2020-2021 دونك خصك اوسي تصيفط معاهم البيان ديال النقاط ولا البولتان اللي كنسميو البولتان ديال النقاط ديال الدوره الاولى ديال السادس دونك هاد العام اللي كيقرا فيه الابن ولا الابنه ديالك موراها خصك تصيفط معاهم اون اتيستاسيون دو بارونتي هاد لاتيستاسيون دو بارونتي يعني شهاده ابوه شهاده ابوه دونك هاد شهاده الابوه يا اما كتعطى مع عند لو شاف دو كور pour les militaires en activité donc الا كنتي انت جندي ولا في الميدان ديال الجنديه وباقي خدام يعني ماشي متقاعد هاد شهاده هاد شهاده الابوه غادي يعطيها لك لو شاف دو كور ديالك اللي انت خدام معاه ولا دونك لي زوتوريتي لوكال ولا كتمشي تطلبها من المصالح المحليه يعني من بالنسبه تمشي تشوف في البلديه ولا في المقاطعه على حسب دونك البلاصه اللي انت فيها ولا بور لي روتريتي اي لي بارون سيفيل داكور دونك الا كنتي ان روتريتي متقاعد ولا الا كنتي ان سيفيل يعني ماشي عسكري كتجيبها من المصالح كتجيبها من عند المصالح المحليه باغ كونتر الا كنتي كما قلنا ان ميليتير وباقي خدام كتجيبها من عند لو شاف دكور ديالك موراها خصك تصيفط اوسي اون فوتوكوبي انتغرال ليغاليزي دو لاتيستاسيون دو بونسيون بور لي ميليتير روتريتي اي لي فوف دو ميليتير دونك الا كنتي ان ميليتير روتريتي يعني خدام جندي متقاعد خاصك فوتوكوبي ليغاليزي دونك ان تكون غاليزيا ديالاش ديال شهاده المعاش داكور لاتيستاسيون دو بونسيون بالنسبه كما قلت للجندي المتقاعد وبالنسبه للارامل الجندي بالنسبه للنساء اللي ماتوا لهم الرجال ديالهم وكان راجلهم خدام دونك جندي يعني الا كنتي ارملت جندي تقدر انك تدفعها باش تكمل بها الدوسي aussi que deux photos d'identité du candidat جوج ديال الصور ديال لو كانديدا يعني ديال الابن ولا الابنه ديالك اللي انت كتدفع له ثالث زائد تقدر خاصك تدفع aussi une photocopie de la carte nationale donc du parent ou tuteur légalisé donc photocopie de la carte nationale ديال الاب ولا ديال الام ولا ديال الولي وخصها تكون légalisé deux enveloppes petit format donc جوج ديال الادريفه دونك فورما صغيره الادريفه الصغار خص يكون فيهم تنبر ديال 3.75 درهم ويكون فيها العنوان ديال الابوين يعني العنوان فين ساكنين زائد دونك اون انفلوب موين فورما دونك زائد ظرف متوسط الحجم portant le nombre de timbres à titre recommandé donc يكون recommandé يكون فيهم لي تيمبر recommandé وقيلا لي تيمبر recommandé تقريبا كيكونوا دايرين شي 21 درهم يعني خصك دير فيهم القيمه ديال 21 درهم ديال لي تيمبر دو توت فاصون دونك في البريد اون فوا تمشيو للبريد تقدروا تسولوا على الثمن ديال التيمبر recommandé وما غيعطيوكم معلومات اوفر هذا هو لو دوسيي دونك اللي خصكم تجمعوا هاد لو دوسي هذا شنو خصنا نديرو له اون فوا كنجمعوه دونك كنصيفطو كلشي في دوسي كبير كنجمعو كلشي هادشي اللي قلنا كنجمعوه في انفلوب كبيره وكنصيفطوهم كنصيفطو لو دوسي كومبلي il doit être envoyé à l'adresse par voie postale يعني كيخصنا نصيفطو عن طريق البريد دونك او ديريكتور خصنا نصيفطوه للمديرين ديال الثانويات العسكريه دونك الا كنت غادي عندي ابن غادي نصيفط للمدير ديال الثانويه العسكريه بقنيطره والا كنت دونك عندي ابنه غادي نصيفط للمدير غادي في العنوان غادي نكتب الى السيد المدير الثانويه العسكريه الملكيه بإفران دونك سولون لو سيكس دو كانديدا كما قلنا اما ذكر او مؤنث لو دوسي ديالك خصك تصيفطو يعني هاد ملف الترشيح خصك تصيفطو قبل من 1 في شهر 6 2021 كاشي دو لا بوست فيزون فوا يعني ان حتى لو وصل لهم عندهم الى توصلوا به مور
واحد في شهر 6 خص ضروري ان الكاشي ديال البوسطة يكون تدار قبل من واحد في شهر 6، يعني حتى لا تعطلت البوسطة وما وصلتوش في الوقت، دونك خص ضروري انك تكون تحطيتي في البوسطة قبل من واحد في شهر 6. دونك هذا بالنسبه كما قلت للارسال. دابا ثالث حاجه غنهضروا عليها هي لي ريزولطا دو كونكور لادميسيون، يعني النتائج مور ما غيدوزوا الكونكور، النتائج كيفاش غيكونوا هاد النتائج. دونك لادميسيون ديفينيتيف اون كلاس دو لاني بريباراتوار دو كوليج اي سوبوردوني à la présentation d'une attestation justifiant le passage en classe supérieure. يعني ان القبول النهائي السنه التحضيريه ديال الاعدادي، يعني الاولى اعدادي، غادي يكون دونك ما غادي تقبل نهائيا حتى انك تجيب واحد سكون ابيل لاتيست شهاده النجاح، داكوغ، دونك شهاده النجاح من السلك من السلك الابتدائي للسلك الاعدادي. دونك اون فوا الولد ديالك يجتاز الامتحان ديال السادس وكينجح، هاد شهاده النجاح كتقدر انك تطلبها يا اما في المؤسسه يا اما في النيابه، كتقول لهم عطوني شهاده ديال النجاح ديال السلك الابتدائي وكيعطيوها لك، خصك تعاود دفعها فاش بيان سور حتى تقبل ولدك. الا تقبل ولدك غادي يطلبوا منك انك تجيب له هاد الشهاده هذه، غادي تمشي تجيب هاد الشهاده هذه، عاد ديك الساعات كيكون ولدك تقبل قبول اللي هو نهائي. دونك لي كانديدا ادمي ريسيفرون كورون موا دوت 2021 اون كونفوكاسيون leur fixant la date de présentation à l'établissement et les modalités d'admission définitive. Donc l'ouliedat li ghadi tqablo ghadi toslo khilal shahr غشت 2021 بواحد الاستدعاء. داك الاستدعاء غادي يكون فيها محددين فيها فوقاش خصو التاريخ اللي خصو يلتحق بالمؤسسه العسكريه، يعني بالثانويه العسكريه اما بقنيطره ولا بإفران، وغادي يطلبوا منك الشروط، دونك لي موداليتي الشروط ولا الطريقه ديال الالتحاق، داكوغ. دونك كما قلت بما بينها انهم يطلبوا لك مثلا تجيب شهاده ديال النجاح ايتترا، دونك داك الكونفوكاسيون غيكون فيها هاد الامور هادي محدده بدقه. لي زليف نو ادمي بالنسبه للوليدات اللي ما غاديش يوفقهم الحظ في هاد الاختبار هذا، شنو غادي يوقع؟ لي دوسي دي زليف نو ادمي لور سورون اكسبيدي او كور دو موا دو جويي 2021. بالنسبه للدراري اللي ما غيتقبلوش غادي يعاودوا يصيفطوا لهم الدوسي ديالك، دونك الدوسي كامل اللي دفعتي، غيجمعوا الوريقات اللي دفعتي وغيعاودوا يصيفطوهم لك دونك في شهر خلال شهر 7 2021، دونك بور لور بيرميتر دو سانسكريغ اوبري دي زيتابليسمون سكولير دون دي ديلي كونفينابل. دونك علاش؟ باش داك الوريقات اللي غيصيفطوا لك تقدر تحتاجهم من اجل انك تقيد في المؤسسات كما قلنا ديال الاعدادي ولا على حسب انت فين غادي تسالي فين غتكمل الدراسه ديالك. سيادنا هكا غادي نكونوا تطرقنا لجميع النقط الخاصه بهاد الكونكور هذا، واللي كما قلت كيمكن من الدخول والولوج لمتابعه الدراسه بالثانويتين العسكريتين ديال قنيطره وديال افران. دونك كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، كنطلب منكم الاشتراك في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش للتوصل بكل جديد فيما يخص عالم التربيه والتعليم. Pour ma part, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo à la fin. Je vous dis à la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa shukran ala ddam diyalkom. Ila liqa'.